لو لا قدر الله بتعاني من مرض الضغط يبقى الفيديو ده ليك. النهارده انا خدت قرار ان انا هساعد والدتي ان هي تتغلب على مرض الضغط. لقيت امي جايه لي الساعه 4 الفجر وشفايفها ناشفه وعينيها حمرا وبتقول لي الصداع هيفرتك دماغي. خدت امي ونزلت بيها المستشفى زي المجنون، دخلت بيها الطوارئ، قالوا لي هنقيس ضغط الدم. امي اصلا مريضة ضغط بقالها فتره، بس هي كانت مهمله في نفسها، ما بتاخدش الدواء وبتاكل اي حاجه. الدكتور جه يقيس لها الضغط، الجهاز زمر. السلام عليكم، ازيكم شباب واهلا بيكم في فيديو النهارده. ايه هو الضغط؟ الضغط هو قوه القلب في ضخ الدم لجميع انحاء الجسم عن طريق الشرايين. الضغط بيتقاس بالضغط الانقباضي والضغط الانبساطي. الاوبتيمم ريدنج للضغط هي 120/80. الضغط ممكن يجيلك بسبب حاجات كتيره جدا. الضغط ممكن يكون وراثي، ممكن يكون بسبب العمر، ممكن يكون بسبب السمنه، وممكن يكون بسبب امراض قلبيه. الضغط لا قدر الله لو زاد عن الحد جدا ممكن يجيب جلطه في القلب، جلطه في الدماغ، وممكن يوصل للعمى. النهارده انا خدت قرار ان انا هساعد والدتي ان هي تتغلب على مرض الضغط. لو انت لا قدر الله مريض ضغط وعايز تتعالج من مرض الضغط ده، يا ريت تركز معايا كويس جدا في الحاجات اللي جايه دي. اول حاجه لازم تعملها، لازم تمشي على دايت قليل الكربوهيدرات او قليل النشويات. الدراسات اثبتت ان انت لو مشيت على لو كارب دايت الضغط الانقباضي بتاعك بيقل 11 درجه والضغط الانبساطي بيقل 6 درجات، يعني 11 ل 6 دي نسبه النقص لو مشيت على دايت قليل الكربوهيدرات. رقم 2، لازم تبعد عن الساتوريتد فاتس او الدهون المشبعه. الدهون المشبعه اللي موجوده في اللبن كامل الدسم، في الجبن، او في اللحوم اللي فيها دهون كتير. ثالث حاجه مريض الضغط لازم يخلي باله منها كويس جدا، وهو الصوديوم انتيك او الملح. مريض الضغط لازم ياكل ملح قليل جدا جدا جدا، او ممكن ما ياكلش ملح خالص. وبرده الدراسات اثبتت ان ده ممكن يقلل نسبه الضغط الانقباضي الى الانبساطي 9/4. 9 درجات ضغط انقباضي بتقل، 4 درجات ضغط انبساطي بيقل، بس بتقليل الملح. يعني من الاخر كده يا جماعه، لو حد لا قدر الله مريض ضغط زي والدتي، مشي على دايت قليل الكربوهيدرات وقلل الملح، نسبة الضغط الانقباضي للانبساطي بتقل 20/10. مريض الضغط لازم ياخد بوتاسيوم ومغنيسيوم. البوتاسيوم موجود فين؟ موجود في الموز، موجود في التمر، موجود في الشمام، موجود في البطيخ. المغنيسيوم موجود في الافوكادو وفي المكسرات، بس خلي بالكم من المكسرات لان المكسرات السعرات الحراريه بتاعتها بتبقى عاليه جدا. مريض الضغط لازم ياكل فايبرز كتير او الياف من الفواكه وفي نفس الوقت من الخضار. مريض الضغط لازم ياخد الفيش اويل. الفيش اويل ده مسؤول ان هو ينزل الدهون الثلاثيه او المعروفه بالترايجليسرايد. الترايجليسرايد اي كالوريز زياده جسمك مش بيحتاجها بتتخزن على هيئه ترايجليسرايد في الفاتي اسيدز او في الخلايا الدهنيه. اهم نقطه يا جماعه وهي الويت لوس، او ان انت تنزل. الدراسات اثبتت يا جماعه ان جسم مريض الضغط لو قل من 5 كيلو ل 7 كيلو نسبه الضغط الانقباضي للانبساطي بتقل 6 درجات ضغط انقباضي، 3 درجات ضغط انبساطي. مرض الضغط لكل الناس اللي عندها مشاكل في الركب بتاعتها، في ظهرها، اوفر ويت جدا، نفسهم يتحركوا او يعملوا اكسرسايز او ينزلوا في الوزن ومش قادرين. تعال نفكر فيها كده انا وانت بصوت عالي. دلوقتي انت مش قادر تتحرك، مش قادر تحرق سعرات حراريه بسبب المشكله اللي عندك دي. تفتكر ممكن تحرق سعرات حراريه ازاي؟ ما هو بص، السعرات الحراريه دي مش هتنزل من الهواء، انت لازم تعمل مجهود ما علشان السعرات الحراريه دي تتحرق. افضل حل يا جماعه هي العجله الالكتريكال. فكر كده معايا، انت قاعد زي ما انا قاعد وفارد ظهرك، ولو عندك مشكله في ركبتك معلش هات رباط ضغط واربطه حوالين ركبتك. لازم تيجي على نفسك، لازم. وصدقني ال 30 دقيقة دي مش هتفرق معاك. العجلة دي فيها سرعات، هات أقل سرعة، أقل سرعة ودوس على نفسك. لازم تدوس على نفسك، لازم تدوس على نفسك. صدقني محدش هياخد باله من صحتك إلا أنت، والدايت مهما كان كويس مش كفاية. صدقني إنك تاخد النية وتبتدي هو ده أول الطريق. طيب يا شباب، وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. يا رب فيديو النهاردة يكون فيه ولو حتى نص معلومة تفيد الناس. قولوا لي يا جماعة في الكومنتس من تحت، تفتكروا لو حد تعبان
واوفر ويت جدا ومش قادر يمشي وعنده مشكله في ركبته وعنده مشكله في ظهره، هل حل الاليبتيكال او العجله ده في احسن منه ولا هو ده الاوبتيمم بالنسبه للناس دي؟ ما تنسوش يا جماعه تعملوا سبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوني، وتدوني لايك لو عجبكم الفيديو، وتفعلوا زر الجرس علشان الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. شكرا، اشوفكم الحلقه الجايه.